السلام عليكم الغزالات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير، احوالكم طيبه، اموركم هانيه، تكونوا مرتاحين. انتم كتشوفوا هاد لا فيديو، كي دايرين مع الصحيحه، كي دايرين مع وليداتكم؟ العطله راه هي قربت صراحه، حنا غير كتبدا المدرسه كنوليو نقلبوا على العطله. المهم بغيت نقول لكم هاد النهار هذا غادي نبارطاجي معكم، غندير لكم جوله في المنزل ديالي كيف ما طلبتوا معايا. صراحه ما كنتش باغا نصور لكم دابا في هاد الوقت هذا وفي هاد الاثناء ولا في هاد العام، ملي بغينا نقول بغيت نصور لكم الدار حتى تكون كامله مكموله، حتى نفرشها كيف ما بغيت ونصلحها ونقصني بزاف 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 ديال الحوايج. داكشي علاش حبست انني نبارطاجيها معكم، كنت متردده ولكن قلت علاش بشرى، حنا كنبغيو نبارطاجيو غير الحياه زوينه ورحنا كاملين ورحنا مزيانين وما خاصنا حتى شي خير. قلت لا غنبارطاجيها مع حباباتي داري كيف ما هي، الا قبلتوا عليا اكيد قبل ما نصلحها، واخا حيت شفت عييت ولقيت الاصلاح مازال بعيد واحد شويه، حيت راكم عارفين القضيه شويه مزيره هاد الوقت هذا، راكم عارفين جاوني متابعين الحمد لله وصافي. هذاك الشيء علاش قررت باش غادي نبارطاجيها معكم وغادي نصور لكم داري كيف ما هي كيف ما انا عايشه فيها دابا، وان شاء الله ملي غادي نصلحها وملي غادي ندير فيها دوك التغييرات غتكونوا معايا اكيد، وغنبارطاجي معكم اي حاجه زدتها واي حاجه نقصتها. زيد عليها البنات كيف ما كنقولوا، يعني انا مازال يلاه باديه، يلاه كنستقر في حياتي، يلاه كنقاد داري على ذوقي، يلاه جيت من واحد المدينة اللي هي بعيدة، يعني كنت جيت من تازة تقريبا بينها وبين سلاستة ديال السوايع، ما كانش بامكاني انني نجيب كل شيء، جبت داكشي اللي غادي نحتاج واللي قديت انني نهزو في الترونسبور هو اللي جبته. وقلت حتى نجي لهنايا وعاد داك الساعه اللي بقات خاصاني غادي ناخذها، وكنت عواله كان عندي واحد البروغرام ديال غادي نبدل الفراش ديال غادي نبدل، ما كنتش غادي ندير بيت الكلاص، غادي ندير بيت ديال الوليدات، ولكن كلشي تبدل فجاه، وليت باغا ندير بيت الوليدات وليت باغا ندير بيت ديال الدراري، واخا راني باقا في الشوار حيت انا باغا ندير بيت الكلاص وراجلي باغي يدير البيت ديال الدراري. المهم انا غادي نتشاور معكم وغادي نوريكم المساحه ديال الدار وانتم عطوني الراي ديالكم، حيت الدار ما كبيراش، راها صغيره صغيره صغيره، يعني خاصني ضروري، انا كنقول خاصني ضروري بيت الكلاص وراجلي كيقول لي خاصنا ضروري بيت الدراري. المهم انا غادي ندير لكم واحد الجوله وانتم حكموا قولوا لي شنو، واش ندير البيت للدراري اولا ندير البيت ديال الكلاس. المهم انا غادي نبارطاجي معكم الدار كيف ما هي، قبل الاصلاح قبل الفراش قبل كل شيء، غادي نوريكم داري كيف ما هي وغادي ندير معكم جوله، ما غاديش نوريو حنا غير الحاجه الزوينه غير ملي كتكون قاده غير ملي كتكون متوله، مادام انني اختاريت انني نبارطاجي معكم نبارطاجي معكم الزوينه والخايبه وداري كيف ما هي هاد الوقت هذا. المهم غزالات ديالي نخليكم مع الجوله وحتى تخليوا لي في الاراء ديالكم شنو ندير، واش هكا. المهم الغزالات ديالي اول حاجه غادي نبداها معكم هي هكا نوريكم الدخله ديال الدار. مهم هانتوما كيف ما كتشوفوا اول حاجه الباب هو هذا هو الباب ديال الدخله، غير هو مازال انا ما درتش الحديد، مازال خاصني بزاف ديال الحوايج، انا غادي نوريكم كيفاش. هانتوما شتو نتوما هادي هكا الباب الدخله، هذا هو الباب. مهم هادي هي الدخله. كيف ما قلت لكم باقي خاصني بزاف د الحوايج حيت انا داري ما سكنتش فيها بزاف، تقريبا يلا سكنت فيها واحد العام ما كاملش وصافي وتحولنا لتازة، وبقات ملي بقيت كنكريها كنكريها تقريبا واحد المده ديال 6 سنين وهي كتكرى، وراكم عارفين الديور هكا ملي كيتكرى شنو كيوقع فيهم، ما علينا. المهم الدخله هي هادي، هنا ها هو الباب كيف ما كتشوفوا، وهنايا نورمالمون كاين اللي بنا جا لهنا وبنا السور، بنا السور هنا وبنا السور لهيه، ولكن السور ديال هنا وصلوا حد هنايا والاخر جابو حتى لهنايا وخلى غير واحد لاسباس هنا صغير منين كيدخلوا، وداروا سداري اخر، جابوا سداري اخر من هنا هكايا. غير هو انا فكرت باش نديرها، ولكن ملي كون بنيت السور ودرت السداري غضيق ليا لاسباس هنا، غيضيق ما غاديش يبقى ليا فين ندير هكا الطبله، وحتى هكايا الدار غادي حتى الصالون غادي يولي ضيق، يولي بحال طويل ما غيبقاش هكايا عريض. المهم كيف ما كتشوفوا جاي بحال هكذا داير هكذا. المهم الصالون ما بيهش، ما كبيرش بزاف وما صغيرش، كيف ما كتشوفوا. المهم انا الفراش وكل شيء عندي ديال قديم، ما زدت حتى شي حاجه، هذا هو اللي كان عندي ملي كنت كاريه في تازه، يعني ما زدت حتى شي حاجه.
غنبارطاجي معكم داكشي كيف ما هو ان شاء الله، حتى يسهل الله من بعد، وغادي منين بدل غادي نوريكم كلشي. المهم هنايا دايره جوج ديال الكوانات، هاد الكوان وهذاك الكوان، حاطه فيهم راكم عارفين، حاطه فيهم داكشي اللي ما كنحتاجوش واللي ما كنجبدوش. هادي كنت بارطاجيتها معكم، كنت خديتها من جوميا ب 183 الا ما خفت نكذب. وهنايا حاطه هنايا هكايا هاد التعميره هكا ديال اتاي. وصافي هنايا غتلقاوني قالبه داك الكادر حيت فيه تصويرتي انا وراجلي ووليداتي. وصافي المهم والصالون جاي اون فاس ليه التلفازه. انا درت هاد التريه هادي هكا كيف كتشوفوا. صليح راني ماشي شي صليح، دي درت القبص، صوبت القبص في غير في الدخله، ما صوبتش في البيوت، صوبت غير هكايا هنايا في الصالون هكذا، وصوبت في داك التقبيصه، وصوبت في السيجور. ولي شومبر الاخرين درت فيهم غير هاد الروزه هادي، صافي ما صوبتش ليهم الدوره ديال القبص. المهم هذا هو الصالون، اون فاس ليه هنا التلفازه. مهم هادو راني كنت هاد البابي، هذا راه كنت بارطاجيت معكم في الاول، كنت خديته ب 50 درهم. هنايا جاو جوج ديال الرولويات، مهم هنا تقريبا 100 درهم. وهادو من ايكيا، هادو من ايكيا خديتهم بتقريبا 50 درهم الوحده، دايرهم بحال هكذا. مهم جايين زويونين. هادي حتى هي من ايكيا، هاد الورده ب 10 دراهم، وهادي ب 5 دراهم، وهذا من ايكيا حتى هي بشي 15 درهم. مهم كان خاصني نكمل حتى لتحت، حيت كيف ما كتشوفوا هنايا، كيف كتشوفوا هنايا داك البروده هكاك. ولكن دابا ما غاديش نكمل هذا، ما غاديش ناخذ لكم على، حيتاش ان شاء الله كنقول غادي ناخذ داك البيض، داك البيض اللي كيلصق في الحيط، داك الاوتوكولون حتى هو كيلصق في الحيط، غادي نديرو من القنط ان شاء الله حتى القنط، حتى لتما غادي نحيد هذا باش تغطى ليا هاد الشيء، حيتاش هاد الساعه راني ما مستعداش باش نصلح وباش نعاود الصباغه وهذا، غادي نكتفي غير بداك البابيي نغطيه، داك الاوتوكولون نغطيه وصافي. زعما اوليو باش ناخذ الكمال ونهبطها حتى لتحت، غناخذ داك الاوتوكولون ونغطي هاد الشيء كله صافي. المهم كيف ما شفتوا معايا، هذا هو الصالون. كتزيد شويه هنايا عندي هاد السيجور هذا، من قبل ملي كنت دايره في هاد البيت هذا، ملي كنت دايره تم البيت كنت غنديرو ديال الدراري، كنت حاطه لا سالا مونجي، لا طابلا مونجي، كنت حاطاها هنا. وهاد الماريو هذا ديال الصبابط كنت دايره في هاد الكوان هذا، كنت دايره هنا. دابا كنقول ان شاء الله هاد الكوان هذا، دابا انا غادي نقول لكم الافكار اللي عندي وانتوما قولوا لي شنو، واش مزيان ولا لا. دابا هاد القنت هذا غادي ندير فيه الفاسك ان شاء الله، كنقول غادي ندير فيه الفاسك باش لافابو اللي عندي في الحمام غنحيدو، حيت الحمام عندي صغير بزاف بزاف بزاف، الحمام غادي نحيد لافابو من تما، وهنا غادي ندير الفاسك. مهم هاد الحيط هذا انتوما كيف كتشوفوا يعني ما كبيرش بزاف، هنا غادي ندير الفاسك، وهذا غيبقى في هاد القنت هذا. مهم هنايا راني كنت دايره البابي، صافي راني بارطاجيته معكم. مهم هاد الماريو هذا خديته من بيم ب 700 درهم. هاد الدريه هادي كنت خديتها حتى هي مع هذيك الاخرى اللي في الكبيره، مع هذيك اللي في الصالون ب 500 درهم، وهذه 150 درهم. وهاد الساعه حتى هي خديتها من ايكيا. وهاد البابيت هاد الحيط هذا تقام ب 300 درهم، هاد الحيط هذا، هاد الدوره هادي، غير هاد القنيته هادي تقامت ب 300 درهم صافي. مهم هاد القنت هذا غادي نخليه هكا، كنقول من هنا لقدام ندير فيه هكا يا شي كليسه بالفوتوي، ولكن لا غادي تعمر الدار وغادي تولي هي صغيره وغادي تزيد الضيق، وما بغيتش. كندور هنايا على اليسار عندي الكوزينه هنايا، كيف ما كتشوفوا الكوزينه هي اللي كنت صلحتها، هي اللي كنت صلحتها. كتعرفوا هكايا السكن الاقتصادي كيعطيوك غير واحد الطبله صغيره وراه كتكون لاصقه هنا، هي كتقيسيها كتجر معاك كامله. المهم هنايا مع الدخله هنايا دايره الثلاجه، هنا مع الدخله درت الثلاجه، وهنايا درت هكايا هاد الطبله هادي دورتها من هنا، ومن تما ما كانش يمكن ليها، دارت هكايا فورماجه، جات مايله هكا فورماجه، حيت ما كانش يمكن ليها تجي هكذا نيشان، الا جات هكا نيشان ما غاديش تدخل لا ماشين. هذاك الشيء علاش تقولوا لي علاش ما درتيش لا ماشين، علاش ما درتيهاش هنا حدا الثلاجه، حيتاش لانستالاسيون ديالها كاينه تما، لانستالاسيون ديالها في الاول لقيناها تما، وهنا كانت لانستالاسيون ديال الماء، يعني كون بغيت نحول من هنا ونجر لهيه كان غادي تقام عليا، حتى في الاصلاح غادي تقام عليا غلا. وراكم عارفين في الاول كنا يلاه شادين السوارت، يلاه المكاتبه النوطير تقريبا 260 تقريبا 3 المليون، يعني هذا الشيء درته
بلا اله الا الله محمد رسول الله. صعيبه كانت صعيبه، الحمد لله على هذا الشيء وصافي. هنايا دورت الكوزينه كلها بالرخام، حتى هنايا درت الدوبل، وهنا درت هادي هكا باش منين نكون كنغسل الماعن وهذا ما نقيش الثلاجه، وهبطتها بالرخام كامله حتى لقيت صافي. هانتوما كيف ما كتشوفوا هادوك تما كنت حاطه غير البوطات، راه كنت بارطاجيت معكم في الاول. درت هذا المجر هذا لتحت، دايره هكا سلعه ديال الشهر، هانتوما كيف ما كتشوفوا المونه ديال الشهر، وداك الشيء حاطه هنايا. هنا حاطه غير سرابات وداك الشيء، المهم سرابات وجفايف. هنايا درت هكا وحطيت هنا الفرشيطات والمعالق والمواسك تجي هادي. صراحه نفعوني هاد المجوره بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا هذه دايراها اونكاستري، يعني مخشيه كنت مصايبها في الاول. هنايا هادو ديال العطريه كنت بارطاجيتهم معكم، ما بقيتش باغاهم، خاصني نبدلهم غير دابا شويه. القضيه مزيره، راكم عارفين البنات، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. يعني جات وحده في وحده في وحده، جاني الرحيل، جاتني العيد، جاتني دابا المدرسه ان شاء الله من بعد، ماشي دابا من بعد. هنايا حاطه قدامي هنايا الزيت الروميه والبلديه وداك الشيء. هنايا عندي سنيده، هنايا عندي القهوه وحده معطره وحده ما معطراش، هنا السكر وسنيده واتاي، وفي هاد الشبيكه هادي هنا دايره الثومه. صافي في هاد الجهه هادي عليتها بحال هكذا جايه عاليه. عندي الفران والمهم البانيني، وتما شوفوا هنا دايره هاد البلاكار بحال هكذا وصافي. وهادي ديال الماعن، صافي الكوزينه هي هادي. كافياني يعني انا، واخا هي راها صغيره ولكن راهي كيف يعني، كنقول الحمد لله عليها. كتشوفتها كتعيا وكتقول ملي كتكون دارك ماشي مشكل. هنا غادي ندخلوا للشومبرا كوشي اللي كنت غادي نديرها نورمالمون لوليداتي، غادي تبان لكم صغيره ولكن كيف كنقول لكم الحمد لله عليها. صافي هنا يلاه جاتني هنا نيشان، جاني الماريو هنايا دايره هاد المرايه هادي حتى نعلقها من بعد. وصافي هانتوما كيف ما كتشوفوا تما هي دايره داك الموبل، حاطه فيه مكياج ديالي، حاطه فيه سيكاني، وهنايا جاي المايو. صافي يعني جا حدو قدو، جا هنا الناموسيه، وهنايا الماريو، تما داك الموبل، ودايره هاد الزريبيات هنا. صافي هذا مكان، وهاد الحيط هذا راني غلفته هكذا. صافي هذا مكان يعني خفيف ظريف. هنا كنت غادي ندير البيت لوليداتي، ولكن ملي مرضت هاد الايامات هادي كان الصالون كلشي اللي جا كيجلس فيه كان كنجلسوا فيه تكرفص، حتى وليت كنقول داك البيت راه هي اللي غادي نخليها باش ندير فيها البيت ديال الكلاس. راجلي ما تيقول لي لا نديرو لهم بيت النعاس ديالهم، ولكن انا كنقول نديرو بيت الكلاس وينعسوا فيه ويحسبوه ديالهم. وما نعرف مازالين في الشوار. هنايا عندي الحمام، هنايا هاد الجهه هادي عاد خاصني البنات نصلح الحمام، باقا ما درت فيه حتى شي حاجه، خاصني نحيد هاد الجفنه هادي ونديرو هكا يا نيشان مطلق. شوفوا الثقيب باش نقول لكم، راه ما خلاو حتى شي قنت اللي ما تقبوش فيه. تقب هنا 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 هنايا 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 هنايا، يعني ما خلاو حتى شي قنت اللي ما تقبوش فيه. علاش الله يعلم، ما فهمتش انايا التقابي شنو كيتقبو شنو كيديروا في داك البلايص الله يعلم. المهم هذا الشيء اللي كاين ما عندنا ما نديرو الصبر. المهم هنايا عندي هاد البلاصه هادي نورمالمون الجفنه هادي خصها تحيد، وغادي نطلقو نيشان ان شاء الله يا ربي. صافي هنايا دايره هاد الطابيات هكذا، هاد لافابو هذا هو اللي غادي نحيدو حيت غير مضيقني وصافي، غير مضيقني غنحيدو وغادي ندير فاسك لداك الجهه. هنا فين كاين حاشاكم عزكم الله، فين كاين التواليت، ودايره هاد الموبل هنا جمع فيه كلشي كاع لي برودوي ديالي ديال راجلي، كلشي جمعه هنايا. صافي هذا مكان، هذا هو الحمام. عاد خاصني كيف قلت لكم باش نحيد له الزليج هنايا ونحيد هادي، راه كتجي رخيصه، ولكن اللي معصبني هو هاد الزليج هذا. شفتوا كيفاش داير، تكرفص حالته حاله، واخا تعيي تغسلي فيه ما كيبانش. خاصني نحيدو باش نطلع الزليج حتى للفوق ان شاء الله يا ربي. هنا كان كيبقى هاد الكولوار هذا، وهنا غادي ندخلوا للبيت اللي باغا نديرو انايا نجلس فيه. دابا راه ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه والو، خاوي باقي في الشوار. يلاه درت فيه داك البونجات، دابا نورمالمون وليداتي كينعسوا هنا، كنطلق لهم داك البونجات كينعسوا هنايا حتى نشوف شنو واش نديرو البيت لوليداتي ولا نديرو بيت الكلاس. راجلي كيقول بغاه يديرو للوليدات، وانا كنقولو لا نديرو بيت الكلاس، ولكن ما نفرشوش كله، نجيب له التفريشه غير من هنا
هكذا هكذا يحبس حد هنايا صافي، ونخلي هاد لي سباس هذا، وهاد الخيط هذا ما نديرش فيه التفريشه، ما نديرش فيه زعما سداري، نخليه باش يبقى لهم واسع وراهم جالسين هنا وكل شيء. دابا جالسه كناكل فيه، درت هنايا هاد لا طابلا مونجي، هنايا كنجلسوا في الليل كندوروا لوليداتي، درت فيه داك البلاكار، درت فيه هاد البلاكار هذا اللي دايره فيه الحوايج ديال وليداتي. هذا كنت خديته على البنات ب 350 درهم، واحد السيده قالت لي بارطاجيه معانا، كنت خديته ب 350 درهم من واحد السيت صيف كومونديتو جاني حتى للدار. هاد البلاكار هادي دايره فيه الكتوبه ديال ولادي، وصافي التلفازه هنا دايرها لهم بيدمان بيدمان ان شاء الله. المهم هاد البيت هذا راه بارطاجيته معكم كيف ما هو، باقي خاوي ما دايره فيه والو ان شاء الله، غير غادي ان شاء الله صافي نقرر انني نفرشه، غادي نحيد هادشي كله، هو غادي نحيدو هاد الزربيه هادشي كله غيتحيد، غنخوي داك الماريو هاد البلاكار هذا حتى هو غادي نحيدو، وغادي نجيب دوره ان شاء الله كامله. غير هو واش غادي نديرو بيت نجلسو فيه ولا غادي نديرو بيت للدراري، مازالين في الشوار. صافي هادشي اللي كاين من هنايا، الدار كتبان لكم طويله هكا، كتبان طويله اللي هي هاد الدخله، راه هي هنايا البيت الصغيره، هنا الحمام وهنا شومبرا كوشي ديالي وتما الكوزينه. صافي هاد الشيء اللي كاين، وكنتمنى تقبلوا عليا، انا قلت لكم نبارطاجي معكم دابا كيف ما عندي هاد الشيء غنبارطاجيه معكم، وملي غادي تكون شي تحسنات، ملي غادي يكونوا زعما شي تغييرات غادي اكيد نبارطاجيهم معكم. المهم هادي هي الفكره ديالتي لحد الان، وحتى تقولوا لي انتم شنو، واش حيتاش الدار صغيره هانتوما شفتونا بارطاجيت معكم كل شيء، واش داك البيت نديرو بيت الكلاس ونتسع فيه باش تبقى الصاله ديما موقره ومجموعه ونقيه، اولا ندير هذاك البيت اولا ندير واش تبقى زعما نخلي الصاله هكا تبقى موقره، وداك البيت نديرو بيت المؤونه ولا بيت المعيشه كيف ما كيقولوا، اولا ندير داك البيت لوليداتي وهنايا نجلسوا ناكلوا ونشربوا ومولاها ربي. المهم حتى تخليوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير، وانا يا اكيد غادي ندير بالراي ديالكم. وصافي هذا مكان هنا راه الاطلاله وريتها لكم بامال دو فوا، هنايا الصالون كيطل على الجريده بحال هكذا، الكوزينه ولي شومبر بجوج بهم نفس الشكل، حتى هما عندهم تقريبا كيطلعوا على نفس الشكل. هادشي باش زوين ها نتوما. صافي الغزالات ديالي هذا مكان، يلا نخليكم دابا حتى الفيديو الماجي ان شاء الله.